هلا وسهلا شباب حبيبنا في كل مكان. ان شاء الله اليوم تكون حلقه مفيده وحلوه، وان شاء الله تكون من الحلقه اليوم. خلينا الخص لكم هي كده بشكل سريع، احنا عندنا اليوم فقره شبابيات حنناقش فيها متصرف تعويضات متضرر سيول جده، وحيكون معنا اتصال مع العميد عبد الله بن حسين جداوي مدير اداره الدفاع المدني بجده. بعد كده عندنا فقرة دردشة وحنناقش فيها موضوع الدورات التدريبية مع خبيرة التنمية البشرية الدكتور رشاد فقيها، وبعدها عندنا فقرة ميكس حتكلم عن موقع تويتر، بعدها الآخر فقرة عندنا فقرة بصمة شاب، حيكون معانا نستضيف الشاب ركان قشقري أحد الشباب الأبطال في فن القتال الحر. هذه هي حلقتنا اليوم، لخصت لكم هي بشكل سريع. أرحب فيك صهيب، كيف حالك؟ أهلا بك. كيف كان أسبوعك؟ الحمد لله تمام. رحب بكم شيخ كرام مرة تانية في برنامجكم مساء الخير يا شباب، وإن شاء الله حلقة حافلة ومميزة بإذن الله. خلينا نبدأ بالفقرة الأولى، فقرة شبابيات، ونشوف خبرنا لهذا الأسبوع عن صرف تعويضات متضرري كارثة جدة. لجان صرف التعويضات يوم السبت قبل الماضي بدأت في توزيع شيكات المتضررين الذين أعلنت سجلاتهم المدنية، ودعتهم إلى المراجعة في مقر إدارة الدفاع المدني لاستلام شيكاتهم مصطحبين الوثائق الرسمية المطلوبة. تفاجأ الكثير من المتضررين بهضم حقوقهم، وقالوا إن الشيكات اللي استلموها غير منصفة وغير متكافئة مع الضرر اللي حصل لهم. كما أبدى عدد من السكان المتضررين استياءهم من العمل الروتيني الممل والتباطؤ في عمل اللجان وتكرار الزيارات للجان المسؤولة لأكثر من مرة. معانا أحد المتضررين معانا على الهاتف، معانا شاب توفيق الحربي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين. أهلا بك يا توفيق. أمرني أبوي. خليني أسألك في البداية، استلمت الشيك طبعا؟ نعم استلمناه. طيب، قيمة التعويض هل تشوف إنها هي ملائمة لقيمة للضرر اللي حصل لكم؟ لا والله صراحة ما هي ملائمة صراحة، ولا هي مجزية مرة. يعني أشرح لك كده بالتفصيل. يعني على حسب اللجنة، المبلغ على حسب اللجنة، عارف؟ أيوة. يعني حتى المبلغ ما هو مجزي، يعني ما حتى ولا يصلح لي نصف البيت. ولا نصف البيت، وأنت بيتك اللي تضرر. البيت بكلم يمكن حول 90,000. وأخذت مبلغ أقل من ذلك بكثير. إيه أقل من ذلك بكثير. طيب كيف إجراءات الصرف والمراجعات اللي صارت فيها؟ المراجعات زي كل يوم بنزله في جريدة، يعني السجل المدني. وكنت بتتابعه. وتجي تراجع من بعدها بيوم كذا وتسلم شهر. يعني كان الموضوع يعني بسيط وسهل ولا واجهت فيه صعوبات؟ بالأخير السيارات تجيك. هل واجهت فيه صعوبات أو كان سهل يعني؟ لا والله سهل، من ناحية الصرف الشيء سهل، بس أرقام ومرقام كذا وسلع. لكن التعويضات ما هي مجزية صراحة، يعني في ناس تختلف عن ناس. هم اللي متضرروا صراحة استفادوا من التعويضات. طيب طيب، يعني نشكرك في الأخير أخونا توفيق، ومعنا اتصال مع فؤاد. معنا اتصال مع العميد عبد الله بن حسن الجداوي مدير إدارة الدفاع المدني بجدة، بس بنحاول نتصل فيه الآن. طبعا زي ما ذكر أخونا المتضرر إنه هو كانت سهلة إجراءات الحصول على شيك، لكن إنه هو الاعتراض عنده إنه قلة المبلغ اللي حصل عليه، فهو بيقول إن تكاليف البيت 90,000 ويقول حصل على أقل من كذا. إحنا الحين حنستفسر برضو من العميد في هذه المسألة. يعني اللي بصراحة اللي تضرروا كثيرين، هو ليس يعني فرد، هو فرد يمثل حالة كبيرة. يعني في بعض الحالات ذكرت يا فؤاد إنه بيتين يعني جارين متجاورين، أحدهم أخذ مبلغ كبير وبينما البيت الثاني نفس الضرر، نفس مستوى البيت ونفس مستوى بنائه، فكان تفاوت بين المبلغين. صحيح. هذا فعلا من الأشياء اللي حصلت. صح. وكمان ترى المضررين كثير، يعني أنا أيام بفتكر أيام سيول جدا نزلت شفت يعني أغلب أكثر ضرر طبعا البيوت والسيارات، البيوت كانت مهدمة، أسوار على بيوت. فإحنا يعني مسألة التعويضات هذه طبعا بادرة جيدة وطبعا أخذت وقت، وطبعا هذا تعتبر شيء جيد، لكن احنا حنشوف ايش المساله، ايش المشكله في انه المتضررين يعني مستائين من مساله صرف الفلوس. وغير كذا مساله الاجراءات، يعني الكل اجمع انه الاجراءات كانت سهله رغم انه عدد المتضررين كبير، لكن اداره الدفاع المدني كانت يعني في مساله انها تصرف لهم التعويضات كانت منظمه نفسها بشكل يعني مرتب انها تستقبل هذه الاعداد الهائله، وهذا شيء يعني يحسب لهم. صحيح. بصراحه على فكره يا صيب، يعني خلينا احنا بنحاول نتصل على العميد، يعني ايام السيول ايش كانت وجهه نظرك؟ هل كنت متواجد في جده ولا لحظه حدوثها؟ ما كنت متواجد في جده، كنت في في الاجازه الدراسيه، فما كنت موجود في بس جدة. شفت كيف طبعا شفنا وتابعنا الاحداث
بعد كذا يعني لما رجعنا في يعني شاركنا في الاعمال التطوعيه يمكن حتى انت شاركت يعني. اي صحيح. وللاسف كمان اليوم هطلت امطار يعني في الرياض مده نصف ساعه يعني اغرقت الشوارع والانفاق يعني. بصراحه هذه برضو مشكله تدل يعني احنا برضو نستفسر منها انه كيف ايش استعدادات الدفاع المدني في هذه الحاله هذه الحالات يعني. صحيح. يعني خلال نصف ساعه جده خلال 6 ساعات 7 ساعات غرقت امطار وسيول، الرياض بس امطار في خلال نص ساعه واشياء كثيره غرقت هناك، ويقول يقال الان انه 4 ضحايا في الرياض يعني. نسأل الله أنه طبعاً يعني يحفظ الجميع مواطنين ومقيمين في كل مكان، وإن شاء الله أنه تكون الأحداث هذه يعني ما تأثر بشكل كبير، وإن شاء الله الكل يكون بسلامة وصحة وعافية. ما أدري جهز الاتصال ولا لسه كنترول؟ خليني أقول لك موقف حصل أنا لما كنت أروح هناك، مو موقف، مواقف كثير. أنا رحت يمكن حوالي أسبوع وأنا أنزل، كنت في هي التطوع التطوعية. فكنت انا شغال اسبوع في نفس المركز اللي هو المركز الاغذيه التموين زي كذا، واسبوع ثاني في مركز يعني في ميداني. فكان المناظر اللي شفتها انا مناظر سيئه بصراحه يعني. انا لو كنت ادري يعني احنا يعني ما توقعت اني انا حشوف شيء زي كذا طول عمري، من يعني اضرار عوائل مره متضرره يعني، وكمان منطقه منتشره فيها مثلا الفقر والجهل. هي اصلا مناطق يعني بتكون فقيره وحالتها يعني صعبه فعلا يعني. بعض هذا يعني انت بكرامه طفحت عليهم المجاري في البيوت. صح. طاحت الاسقف وما اساس البيت كله. والمعلوميتك يعني حتى كنا احنا بنسوي استبيان في نفس الوقت لوزاره الشؤون الاجتماعيه عن وضع الاسره قبل يعني السيول، انه ايش وضعهم التعليمي، وضعهم المادي، وضعهم الوظيفي. فكان كثير احنا بيوت اصحاب ارباب البيوت عاطلين على العمل، وأبنائهم يعني ما هم متعلمين. كان الوضع مأساوي شوية. خلينا الاتصال جاهز مع العميد عبد الله بن حسن جداوي مدير إدارة الدفاع المدني بجدة. لقد تجاوز مساء الخير عميد عبد الله. سعادة العميد عبد الله معايا؟ طب يبدو أنه الاتصال انقطع، ونعتذر أنه ما استطعنا أنه نحصل على اتصال مع مدير العميد عبد الله بن حسن جداوي مدير إدارة الدفاع المدني، لكن إن شاء الله في حلقة قادمة حنناقش هذه المشكلة ونعدكم بذلك. خلينا نروح لفقرة دردشة، بس شوفوا التقرير هذا ونرجع معاكم فقرة دردشة. أكيد أهتم دورات تدريبية، استخدم دورات يعني تدريبية تطوير ذاتي، وبرضو دورات في مجال تخصصي تطوير يعني في البحث وزي كذا. نعم أحرص على الدورات التدريبية لكي أنمي قدراتي وأنمي أفكاري. مجالات تطوير الذات هذه بشكل عام لأنها بتطور من أداء عملك. المجالات اللي بتختص باختصاصي أنا كعملي أنا، هذه بحب أني دائما أبحث عنها. لكن في نفس الوقت زي ما قلت لك، مجالات تطوير الذات والأشياء اللي بتهتم بالأمور برضو التطوعية وخدمة المجتمع وخدمة الإنسان. لا طبعا اكيد تكون في دورات مخصصه لي انا مثلا كمجال عمل مثلا، او حاجه ان دورات تطور من ذاتي انا وكفاءتي في اي مجال يعني يكون ملائم او ريليتد للتخصص اللي انا فيه. والله في بعضها اسمها اسعار خياليه يعني، في اشياء مثلا في الجامعه تقدم باسعار رمزيه، وبرا اسعارها مره خياليه. اكيد مبالغ فيها اكيد يعني، يجيني دوره اكثر من 1000 ريال او توصل إلى 500 وشوية إلى 1000، أكيد ما أقدر يعني أشارك في الدورات يعني. قبل تقريبا أسبوع أو أسبوعين كانت في دورة عجبتني مضمونها، ولكن تفاجأت أنه سعرها مبالغ فيه جدا إلى حد أنه وصل إلى 4000 تقريبا. كنت أتمنى أشارك في الدورة، دورة جميلة جدا ومضمونها جميل جدا والمتحدثين فيها رائعين، لكن المبلغ أنا يعني موظف بسيط توي متخرج وتوي متعين، لما تقول 4000 مبلغ جامد جدا صراحة. أكيد أنها راح تضر يعني، من حيث أنها تكون أسعار يعني مبالغ فيها، خصوصا أن إحنا في سنوات يعني دراسية نحتاج أن تكون الأسعار مناسبة لنا يعني، من ناحية المكافآت أو المصروفات يعني اللي نأخذها يعني، أهم شيء أنها تكون مناسبة للميزانية اللي تكون عندنا إحنا.